السلام عليكم الحباب والصحاب، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى ألف خير. اليوم جيت نكتشف مقهى الحافة الموجودة في طنجة اللي كتطل على البحر. أول مرة غادي نشوفها صراحة. هي تأسست كيف ما كتشوفوا سنة 1921. ف كيف ما كتشوفوا هي مقهى شعبية من التراث ديال طنجة، اللون الأبيض والأزرق. كيف ما كتشوفوا الدريجات، يعني هادشي ديال شحال هادي. صراحه انا هابطه وكنخاف دابا لا نزلق ولا نطيح. فيها واحد المنظر زوين زوين بزاف، رهيب بزاف، يعني المعمار ديالها والطريقه اللي هي مبنيه بها. هنا كيف ما كتشوفوا كاين المسجد اللي فوق الصلاه اللي بغى ينوض يصلي. كيف ما كتشوفوا الدرج كاين متشعبه، يعني فيها بزاف ديال المداخل اولا ديال الاتجاهات. عجبتني بزاف في الهندسه ديالها، غير هو الدريجات، يعني الانسان ملي يكون هابط يخاف على راسه، كل مره كنبغي نطيح. كيف ما قلت لكم المنظر راه مزوين بزاف، عجبتني. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها هي رائحه الدخان، فيها كثيره 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 بزاف، يعني ما يقدرش الواحد يجلس. والتكدس مكدسه فيها الناس بزاف، بما ان يعني سامحين يعني بالناس يدخنوا فيها، فتيكونوا فيها دوك الشبان شباب وكيهضروا ويضحكوا، يعني فيها الصداع. ف عجبتني بزاف، ولكن هذا الجانب هذا راه ما قدرش نجلس. صداع 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 بزاف. وكذلك رائحه الدخان قهراتني، فانا هبطرت غير دويره وغادي نولي نطلع بحالي. كيف ما كتشوفوا كلها جايه درج بحال جايه فيها، وكلها مفتوحه، يعني بحال الشرفات الشرفات، يا ديك الشرف الشرفات، يعني بحال بالكوات كبارين فيهم كريسيات وداكشي. منظر غزال، انا حمقاتني، ولكن يا ريت كان ما دايرينش فيها، يعني مانعين فيها التدخين. هكذا العائلات يجلسوا براحتهم، حتى الشباب يجلسوا براحتهم، اللي بغى يعني يدخن يخرج برا يدخن ويولي يرجع. هكذا يبقى الجو مغموق بريحه ديال الدخان مغموق، يعني صراحه للاسف ما قدرش نستمتع بهاد الجو هذا اللي هو زوين بزاف. فخرجنا بحالنا في ساعة وجينا نطلعوا على هاد البليصة هذه. صراحة واحد الجلسة واحد الجلسة كتريح النفسية، غزالة، واحد المنظر رائع. ان شاء الله مرة اخرى نرجع له مع غروب الشمس، غادي يكون المنظر زوين كذلك. فالجلسة هنا كترد الروح، غزالة غزالة غزالة. اللي ناقصه هاد البليصه هذه هما ديك لي بون، كون دايرين شي كريستيات هكذا، الناس فين يجلسوا ويستمتعوا بهاد اللحظات هذه. ساعه ما كاينش يعني تجلسي على الحجر، ولكن المنظر راه غزال، رائع رائع رائع. فغادي نخليكم تكملوا الفيديو وتستمتعوا بهاد المناظر الرائعه. وهاد المجي هذه للحافه كانت غير صدفه، حيت درنا مزيان في البلايا، تسارينا ودرنا بغينا نشدو طاكسي باش نطلعوا بحالنا، ولكن ما لقيناش الطاكسي اللي طلعنا للدار. فلقينا واحد الطاكسي جايه لهنايا شديناها مع شي اخت كانت راكبه وجينا. كانت صدفه يعني احسن من الف ميعاد كيف ما تيقولوا. واستمتعنا بهذا المنظر الرائع، لكن في الرجوع فاش رجعنا بحالنا راه والو الطاكسيات على رجلينا. مشينا حتى للسواني، من هنا حتى للسواني وحنا قابطينا على رجلينا. طاكسيات والو، زعما الا ما كانش الطوموبيل صراحه كنبقاو خلا والله العظيم. وضربنا الطرقان ضربنا ضربنا الطرقان. صافي دابا ان شاء الله كيف ما تشوفوا راه حنا نضنا وغادي نمشيو ان شاء الله نرجعوا بحالنا. والطاكسي راه حنا ما لقيناش، مشينا على رجلينا ودزنا باش نتعشاو وعاد ندخلوا بحالنا. فكان يوم زوين 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 بزاف، تمشينا فيه وتريضنا فيه من داك الشرفع. احبتي كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه اللحظات الجميله وهذا المنظر الغزال. دابا ان شاء الله غادي نمشيو نتعشاو باش ندخلوا بحالنا نعسو ونرتاحوا. وغدا ان شاء الله يكون عندنا لقاء جديد. حنا هنايا خدينا البيتزا، كنفضل انا ناخذ البيتزا، كتعجبني البيتزا ديال طنجه، كتجي خفيفه وزويونه كيف ما كتشوفوا، غير المنظر ديالها كيشهي. اذا احباتي غادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.